السلام عليكم. في سؤال بيقول بدور على شغل فريلانسر فين في مجال البيم، حاولت ادور على ابورك وفريلانسر بس ما عرفش اجيب شغل. طيب ابورك وفريلانسر اقوية جدا، وفي ناس بيطلع لها مكسب رهيب جدا من خلال الموقعين دول في مجال البيم، بس هي الفكرة كلها في حاجة، لازم الواحد يبقى فاهم فكرة الموقع دوت. تمام، يعني انا لما احط ان انا عندي قدرة ان انا اشتغل، تمام، تسعير الشغل بتاعي بيفرق كتير قوي. يعني بتلاقي ناس حاطة ممكن مثلا 10 دولار في الساعة، في ناس تانية حاطة 20، في ناس حاطة دولار وهكذا. أنا في الأول لازم إيه آخد سعر متوسط، يعني مش ربح قوي أو كده، بحيث إن يجيلي أول زبون. ليه؟ مفيش حد بيسند شغل لحد لو هو ما حصلوش تقييم قبل كده، محدش قال إن الراجل ده أنا اشتغلت معاه بقى كويس. الناس بتخاف، يعني أنا دلوقتي واحد عرض لي سعر قليل بس هو مفيش حد قال إن هو ممتاز. انا اعرف ناس مثلا في الحاجات دي مهتم جدا ان هو لازم ياخد 5 في 5، ما ينفعش يقل عن كده، ما ينفعش ان هو يجيب 4.5. ليه؟ عايز ان هو سمعته تبقى كويسه، بحيث لما يقول سعر الناس تقول امين وتبدا تمشي على الفكره دي. يعني في حد كان حكى لي ان هو اتفق مع حد على شغلانه، بس نتيجه لفروق الوقت او فروق الساعه بين امريكا وبين مصر، الشغل اتأخر شوية، يعني خد شغل بالليل ونام فصحي، فبدأ ايه يشتغل في الحاجة، فالتاني راح مديله ايه 4.5، يعني اصلا نص درجة على ان هو اتأخر عليه في التسليم. فقال له لا خلاص، طب بص مش عايز الفلوس خالص، بس اديني 5 من 5 او ما تقيمنيش خالص، تمام، عشان انا عايز احافظ على الـ5 في 5. فهي الفكرة كلها في موضوع الفريلانسر والابور، لازم الواحد ياخد كورس كامل في موضوع الفريلانسر. ويعني مهندسة سمر صبحي كان ليها دروس حلوة جدا في الكورس دوت بتاع الفريلانسر والاب وورك العمل الحر، فده يعتبر صدقة جارية ليها ان شاء الله. طيب في الحاجات التانية بقى بره المواقع ديت، في عندنا مثلا العلاقات الشخصية، تمام، لو انا بتعامل مع الناس كويس والناس شافت شغلي وبتاع، لو انا مثلا اشتغلت في الشركة، لما بسيبها الناس اللي انا كنت شغال معاهم بلاقيهم بيتصلوا بيا، طب احنا عندنا شغل في البيم، سواء طب في شركة تانية أو فريلانسر أو الحاجات دي كلها. فالعلاقات الشخصية بتجيب لي شغل، إن أنا اشتغلت مع حد والتزمت معاه في الوقت والتزمت معاه اديته الشغل اللي هو عايزه وعملت له شغل مظبوط، هيجي لي شغل تاني. لو أنا كنت شغال في شركة وتميزت مثلا في إن أنا بعرف أعمل حاجة معينة، فأول ما تجي له شغلانة، فلان الفلاني ده كان بيعمل شغل كويس، أنا هتصل بيه وأخليه هو اللي يعمل لي الشغل ده. فالاب ورك والفريلانسر محتاج ان الواحد يبقى ذكي ويعرف ازاي ياخد تقييم حلو في الشغل، لان انا مش هدي شغل حد وهو لسه جديد لسه فاتح من 2 3، لا الواحد بيوقف الشهر على ما يعرف يلقط شغلانه حلوه وبسعر كويس. انا قبل كده جات لي كنت بتاخد شغلانه مثلا من في الموقع دوت، بس لقيتها لعبكه شويه فلا مش عايزها، اعتذرت له قبل ما نبدا شغل، وقبل كده انا حسيت ان انا ما هنشتغل ممكن هو عايز حاجه متخصصه قوي فانا ما فهمش فيها قوي فاعتذرت فيه. انا عارف شغل البيم بس في حاجات تفاصيل، يعني ممكن مثلا شغل سنسورات انا ما اعرفش شغل سنسورات، فهتلاقي نفسي اتورطت في حاجه ممكن ما اقدرش اسلمها في ميعادها، فلا الافضل ان انا ما اخدش حاجه غير اللي انا كده ايه واثق من نفسي فيها. فمحتاجه ان الواحد يجتهد شويه ويكون نفسه اسم على الموقعين دول، وهتلاقي كل شويه الناس بتتصل بيا لان انا عملت تقييم كويس وفايف. فحتى لو انا طالب مثلا 30 دولار في الساعه وواحد تاني مقدم 10، يقول لك لا انا هاخد اللي هو 30 لان هو هيديني شغل مظبوط معايا.